بسم الله الرحمن الرحيم، هنتكلم ان شاء الله النهارده على موضوع جديد في ماده الطب الشرعي. الموضوع بتاعنا النهارده هو اسمه البرين ديس. الموضوع ده مهم جدا ولازم نكون عارفينه، لانه بيبقى ليه ليجال امبورتنس، اهميه قانونيه لازم نكون عارفينها. وبالاضافه ان كل دوله بيبقى ليها قانون في موضوع البرين ديس ده، فلازم نكون احنا ملمين بيه، وكمان هنعرف يعني ايه مريض ميت اكلينيكيا. كل ده هنتناوله في الفيديو بتاع النهارده ان شاء الله. الاول يعني ايه برين ديس؟ الديفينيشن بتاعه هو ريفرسبل لوز اوف اول فانكشن اوف البرين، يعني في جزء من البرين حصل له ديس، تمام. الجزء اللي حصل له ديس ده طبعا بيقوم فانكشن، فبالتالي لما الجزء ده يموت يحصل ريفرسبل لوز اوف اول فانكشن، يعني الفانكشن اللي بيقوم بيها الجزء الماده هتفقد ريفرسبل، يعني مش هترجع تاني. طيب ايه انواع الموت الدماغي او البرين ديس؟ عندك 3 حاجات، يا اما كورتيكال ديس يعني القشره المخيه تموت، يا اما البرين ديس جزء المخ يموت، يا اما الاثنين يموتوا، الكورتيكال والبرين ستيم ديس. دي برين ستيم ديس، ماشي، ونسيت اكتب ستيم يعني. يبقى عندك كورتيكال ديس، يا اما برين ستيم ديس، يا اما الاثنين يحصل لهم ديس، كورتيكال اند برين ستيم ديس، تمام. هنبدا نتناول الاثنين. الاول لازم نعرف وظيفه الكورتكس ووظيفه البرين ستيم. عندنا وظيفه الكورتكس ريكوجنيشن، الادراك، يعني الواحد يبقى عارف ده، يعرف ده ان ده قريبه، عارف ان ده صاحبه، يقابلك في الشارع يعرفك، يعني وظيفه الادراك، يبقى مدرك باللي حواليه، تمام. دي وظيفه الكورتكس اللي هي القشره المخيه. طيب وظيفه البرين ستيم ايه؟ وظيفه البرين ستيم ان هو يشغل لك الريسبيراتوري سيستم والكارديو فاسكولار سيستم، يعني بيشغل لك الفايتال ساينس والفايتال سيستم. من غير البرين ستيم ده جسم يقف، يعني ولا تلاقي ريسبيريشن ولا تلاقي الهارت بيت، تمام. دي وظيفه البرين ستيم. طيب نبدا بقى الكورتيكال ديس، يعني عندك القشره المخيه حصل لها ديس بس بيبقى فيه انتاكت برين ستيم، يعني برين ستيم سليم ما فيهوش اي حاجه. يعني احنا هنتكلم اول حاجه دلوقتي ان الكورتكس حصل لها ديس بس البرين ستيم انتاكت، يعني موجوده عادي. بيبقى بنسميه الحاله دي ايه؟ بنسميها فيجيتيتيف ستيت، يعني الحياه الخضريه، يعني بالبلدي كده بنقول ان هو ايه، عايش ومش عايش. احنا قلنا في الحاله دي، في حاله الكورتكس ديس، بيبقى الادراك عنده مش موجود، لان الكورتكس هي المسؤول عن الريكوجنيشن، بيبقى هي المسؤول عن الادراك. فبالتالي لما الكورتكس دي تموت، الادراك بتاع الراجل ده بيبقى صفر، ما عندوش اي ادراك، يعني هو بيبقى مش حاسس باللي حواليه. يبقى هو يا دوبك قاعد على السرير كده، جهاز التنفس بتاعه شغال والقلب بتاعه بينبض وبيوصل دم عادي، لان دي شغله البرين ستيم شغال طبيعي، انما هو مش مدرك لان الكورتكس عنده بايظه. يبقى هو قاعد على السرير وخلاص، عمال ياكل ويشرب ويتنفس بس، انما هو ولا عارف يقوم ولا عارف يدرك اللي حواليه ولا عارف مين اللي حواليه. دي اسمها ايه؟ الفيجيتيف ستيت، تمام. اهو بيبقى مكتوب انويرنس اوف وان سيلف، هو مش عارف نفسه، هو مش عارف السراوندنج، هو مش عارف اللي حواليه الايه، لان الكورتكس اللي هي المسؤوله عن الاويرنس والريكوجنيشن بتبقى حصل لها ديس، تمام. طيب بيبقى ان ريسبونسيف دو تو الاكسترنال ستيمولاي، برده بيبقى الكورتكس دي بتبقى مناطق اللي هي الفرونتال لوب والاوكسيبيتال لوب، كل اللوب دي بيبقى مسؤول عن حاجه، بيبقى لوب مسؤول عن الفيجوال، لوب مسؤول عن التكتايل ستيمولاي، لوب مسؤول عن الاوداتوري، لوب مسؤول عن البين ستيمولاي. كل اللوبز دي بتبقى طبعا هي جزء من الكورتكس، الكورتكس دي حصل لها ديس، فبالتالي مش هيستجيب لاي اكسترنال ستيمولاي. دي تاني حاجه. ثالث حاجه سبونتينيوس ريسبيريشن وكارديك فانكشن، يعني الريسبيريشن جهاز التنفس بتاعه شغال طبيعي، القلب بينبض بشكل طبيعي. ليه؟ لان البرين ستيم اللي هو مسؤول عن انظمه جسم الانسان شغال طبيعي، فبالتالي الراجل ده بيتنفس بصوره طبيعيه والقلب بتاعه شغال بصوره طبيعيه، تمام. دي ثالث حاجه. رابع حاجه بيقول لك ايه؟ الحالات دي نوت كونسيدر ديد، يعني هو مش معتبر، الناس مش او الاطباء مش معتبرينه ميت، لا ده هو شخص عايش عادي، هو بس عنده حته ان الكورتكس ميته دي، عنده ما عندوش ادراك خالص، بس هو ما بيعتبرش ميت. لا في السجلات بيبقى عادي، شخص الايف عادي، شخص طبيعي، شخص عايش وذاوت ريسكتيشن فور لونج بيريود، يعني هو ما بيتحطش على اجهزه التنفس ولا اجهزه الدعامه ولا اجهزه تعمل سبورتنج للهارت ولا اي حاجه من دي. ليه؟ لان البرين ستيم موجود اللي هو المسؤول عن انظمه جسم الانسان، تمام. يبقى الراجل ده ما بيطلعلوش ولا شهاده وفاه ولا بنقول ان هو ميت، لا ده عادي وبيروح عادي مع قرايبه ويقعد في بيته، بس هو لازم في شرط معين، لازم ايه؟ جود نيرسينج كير، يعني لازم يبقى معاه ممرض او ممرضه ياخدوا بالهم منه ويدوا له جود كير، تمام، ونوتريشن سبورت، ياخد بقى محاليل وحاجات من دي، تمام، لانه ساعات ما بيقدرش ياكل، في حالات ما بتقدرش تاكل اصلا، فبالتالي اكله والنوتريشن بتاعه يبقى عن طريق المحاليل، والمحاليل دي طبعا عايزه ممرض وعايزه جود نيرسينج كير، تمام. يبقى دي حاله الكورتيكال ديس، عرفنا ايه هي. طيب ايه اللي بيسبب موت الكورتكس، موت القشره المخيه؟ حاجه من الاثنين، يا اما كرونيك ديس اوردر زي الزهايمر، الناس اللي بيجي لهم زهايمر وبيقعدوا وقت كتير بالزهايمر ده، بالزهايمر ومش بيتعالجوا،
بيحصل اتروفي للكورتكس، يعني الكورتكس دي بتقعد يحصل لها ضمور وبتموت، تمام؟ عشان كده تلاقي الراجل في بدايه الزهايمر هو بيبقى مش عارف اللي حواليه، مش عارف اللي حواليه ليه، لان بتبقى بدايه موت القشره المخيه. الزهايمر ده بدايات موت القشره المخيه، فالزهايمر ده لما يطول بقى بيموت له القشره المخيه خالص، فالراجل ده بيبقى خلاص مش مدرك اي حد حواليه، تمام؟ السبب الثاني اكيوت اكيوت انزر تو ذا برين، يعني في حاجه باثولوجي حصلت للبرين زي سيربرال هايبوكسيا او توكسيستي او برين انجري ديفيوز اكزونال انجري. كل الحاجات دي يعني بيحصل انجري للكورتكس. الانجري دي بتاخد فتره طويله، هي بتحصل في الاول اكيوت، تمام؟ الاكيوت دي بتبدا تعمل لك كورتيكال برين ديس، فما بتطول بتقضي لك على الكورتكس تماما، تمام؟ يبقى كده الجزء الاولاني معانا، مع قلنا الكورتيكال برين ديس، قلنا الراجل ده ما بيبقاش عنده اي ادراك، ما بيبقاش مستجيب لاي اكسترنال ستيمولاي، بس برين ستيم عنده بيبقى طبيعي، فبالتالي هو الراجل ده بيتنفس والقلب بتاعه بينبض بشكل طبيعي، وعرفنا ايه الاسباب بتاعه. دي اول حاجه. ثاني حاجه بقى البرين ستيم ديس، هنعكس بقى الراجل ده الكورتكس عنده سليم والبرين ستيم عنده ميت. طيب بنتكلم كلام طبيعي، لو الشخص ده برين ستيم عنده ميت، قلنا برين ستيم ده مسؤول عن وظائف جميع الانظمه في جسم الانسان، فما برين ستيم ده يموت الوظائف بتاعته هتقف، يعني مش الراجل ده ولا هيتنفس ولا القلب بتاعه هينبض، فطبيعي هيموت. يعني بقى حتى لو قشره مخيه عايشه، قشره مخيه تعمل له ايه؟ ولا تعمل له اي، ملهاش اي لازمه في حاله البرين ستيم ديس. يعني برين ستيم ديس ده لما هيموت خلاص انظمه جسم الانسان هتقف، فبالتالي الراجل ده هيموت. يعني بيقول لك هو بيدخل في ديب ريفرسبل كوما، هو دخل خلاص كوما، يعني الراجل ده اول ما البرين ستيم بتاعه يموت الراجل ده يقوم في كوما على طول، وتبقى ديب ريفرسبل، يعني الراجل ده مش راجع منها، مش هيقوم منها. طيب بيبقى بيحصل ابسنس اوف او سبونتينيوس ريسبيريشن، وبعد كده كاردياك اريست، الراجل ده ولا بيتنفس ولا جهاز القلب بتاعه شغال، فبالتالي الانظمه بتاعته كلها هتقف، فبالتالي الراجل ده المفروض ان هو ميت. طيب بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك بط، الحته دي مهمه جدا. بيقول لك ايه؟ الراجل ده مثلا حصل له حادثه، متخبط في البرين ستيم، البرين ستيم بتاعه مات في لحظات، فاهم؟ الراجل ده واقع في كوم، بس البرين ستيم ده بياخد وقت على ما يموت الراجل، على ما الانظمه بتقف، بياخد مثلا من 6 ل 7 دقائق. يعني لو انت قدرت تاخده في وقت اقل من 6 دقائق، وقمت حاطه على فنتليتور، على جهاز تنفس صناعي شغال الريسبيريشن، وحطيته على جهاز بيعمل كارديو فاسكولار سبورت، انت ده يعتبر لحقت الراجل ده، لحقته ان انت شغلت له جهاز التنفس وجهاز الريسبيريشن وجهاز الكارديو فاسكولار. يعني انت كده نقدر نقول ان انت استخدمت ارتفيشال ايدز، يعني استخدمت اجهزه صناعيه بدل البرين ستيم، تمام؟ يبقى انت كده كانك استخدمت اجهزه صناعيه شغلت له الريسبيريشن والكارديو فاسكولار سيستم مكان البرين ستيم. بيقول لك بقى اف بوت ان فنتليتور، هتعمل الرول بتاع البرين ستيم، تمام؟ يعني هتخلي الريسبيريشن والكارديو فاسكولار سيستم شغال، خلاص. يبقى الراجل ده ايه؟ حصل له حادثه في البرين ستيم، البرين ستيم مات، تمام؟ وقف الريسبيريشن والكارديو فاسكولار، بس علشان يموت محتاج 6 دقائق، فانت في خلال ال6 دقائق ده قمت واخده على طول عربيه الاسعاف، حطته على جهاز تنفس وجهاز داعم للقلب، شغلتهم له مكان البرين ستيم ده، فالراجل ده هيفضل عادي الانظمه بتاعته شغاله. طيب السؤال هنا بقى، هل الراجل ده يعتبر عايش؟ لا، الراجل ده يعتبر ميت. ليه؟ لان انت قلت البرين ستيم بتاعه مات، يعني اجهزته خلاص ماتت. وماتت ايه؟ ده ماتت ريفرسبل، يعني دون رجعه. طيب ايه اللي مخلي الراجل ده عايش؟ ان انت مشغل له الاجهزه الصناعيه، الاجهزه الصناعيه دي مشغله له بس السيستم بتاعه، يعني الراجل ده محطوط على اجهزه صناعيه مش شغاله له السيستم بتاعه، يعني يعتبر هو ميت، ولا بيقدر يقوم ولا بيقدر يشوف ولا هو صاحي اصلا، ولا هو موجود في الدنيا، هو بس يا دوبك هو راجل ميت، انت مشغل له جهاز التنفس وجهاز القلب، يعني يعتبر الراجل ده ميت. على يبقى دي عكس ايه؟ عكس الكورتيكال ديس. الكورتيكال ديس الراجل ده صاحي، الراجل ده صاحي وشغال من دون اجهزه تنفس ولا اي اجهزه صناعيه، هو يا دوبك بس بياخد جود نيرسينج، انما الراجل ده لا، الراجل ده ميت، انت بس لحقته في خلال 6 دقائق، شغلت له جهاز التنفس دي، شغلت له القلب والاوعيه الدمويه، انما هو يا دوبك اول ما تشيله من على اجهزه التنفس دي خلاص هيموت، تمام؟ يبقى نفرق ما بين الكورتيكال ديس والبرين ديس، خلاص. ثالث حاجه بقى في انواع البريندس اللي هو اول بريندس، يعني البريندس كله مات، الكورتكس بالبرين ستيم ماتوا، فبالتالي الراجل ده هيموت على طول بقى، هتحط له اجهزه التنفس، هتحط له اي حاجه، الراجل ده ميت ميت مش محتاج حاجه، خلاص. يبقى احنا عندنا كورتيكال بريندس، يعني الراجل ده الادراك بس عنده واقع، الراجل ده ما بيعتبرش ميت، الراجل ده بياخد جود نيرسنج بس، الراجل ده الريسبيراتوري كاردياك فانكشن بتاعه شغالين، انما تعالى بقى على برين ستيم ديس، لا ده برين ستيم ديس ده يعني وظائف الجسم كلها وقفت. طيب انت خدته حطيته على فنتريتور وحطيته على جهاز داعم للقلب، هشغلهم له، طيب هشغلهم له، الراجل ده يعتبر صحي؟ لا، يعتبر ميت، خلاص الراجل ده مات، بس انت ايه؟ مشغل له بس الريسبيريشن والكارديو فاسكولار سيستم. طيب انت بتشغلهم له ليه؟ لو راجل مهم مثلا، رجل اعمال، الرئيس حسني مبارك قبل كده
كان حاصل له حكايه البرين ستيم ديس دي، وطبعا ما كانوش عايزين يعلنوا عن وفاته، فبالتالي حطوا جهاز تنفس وجهاز دعم للقلب عشان ياجلوا حكايه خبر وفاته دي، تمام؟ فهو لو راجل مهم ولا حاجه بيحطوه على جهاز تنفس عشان يشغلوا له، يخلوه عايش بس كده على الورق فتره معينه. انما لو راجل مثلا حصل حادثه وراجل عادي وخدوه لحقوه على حطوه على فنتليتور وحطوه على جهاز دعم للقلب، وبعد كده ثبت ان هو بالفحص انه عنده برين ستيم ديس، خلاص بيقوموا شايلينه من على جهاز التنفس ويقوموا مطلعينه شهاده الوفاه على طول. خلاص مهم جدا نفرق من الحته دي، ودي معنى الموت الاكلينيكيه. يعني اقول لك الراجل ده ميت اكلينيكيا، معناه ان هو عنده برين ستيم ديس، خلاص دي معنى كلمه ميت اكلينيكيا. يبقى فهمنا ضروري جدا الحته دي مهمه، فهمنا يعني ايه كورتيكال ديس، وفهمنا يعني ايه برين ديس. في سؤال مهم بقى جدا لازم نعرفه، بيقول لك واي ذير از يو نيد تو فور ديترمينيشن برين ديس، ليه اللي احنا شغالين بدماغنا من البرين ديس، وليه كل دوله في العالم حطوا كرايتيريا لتشخيص البرين ديس وحطوا بريكوشن لتشخيص البرين ديس. قال لك زمان بريفيوس ستيشن اوف الهارت واللنج فانكشن، يعني زمان لما عشان تحكم على حد ان هو ميت لازم يكون الهارت بتاعه واقف واللنج بتاعه واقف، تمام؟ دول الاونلي بيزس. يعني زمان لما يجوا يشخصوا الموت كان لازم يقول لك ان الهارت واللنج بتاعه وقفوا. طيب ليهم دعوه بالبرين؟ لا ما لهمش دعوه بالبرين، كانوا زمان ما لهمش اي علاقه بتشخيص الموت بالبرين. يعني يقول لك ما دام الهارت بتاعه واللنج بتاعه وقفوا الراجل ده ميت، ما لهمش دعوه بقى بالبرين. طيب ناو ديز بقى اللي حصل بقى دلوقتي، لما اخترعوا الميكانيكال فنتليتور ولما اخترعوا الكارديو فاسكولار سبورت، الاجهزه الصناعيه دي اللي هي بتدعم الريسبيريشن وبتدعم الكارديو فاسكولار سيستم، قال لك ايه بقى اخترعوا او لقوا حكايه البرين ستيم ديس دي. قال لك لو البرين ستيم بتاعه مات تقدر تحطه على اجهزه تنفس صناعي، والراجل ده نقدر نقول عليه ان هو عايش، زي ما حصل مع الرئيس محمد حسني مبارك او حصل مع رئيس وزراء اسرائيل كان من فتره برضه حصل الموضوع ده، ما كانوش عايزين يعلنوا عن وفاته، فكان عنده برين ديس بس حصل له ان هو مش عايزين يعلنوا عن وفاته فمحطوه على اجهزه ارتفيشال، اجهزه صناعيه، تمام؟ يبقى زمان ملخص الحته دي، زمان كانوا بيشخصوا الموت بوفاه او وقوف الهارت واللنج، لا دلوقتي بقوا بيشخصوا بايه؟ بموت البرين ستيم. اول ما البرين ستيم يموت لا يقول لك ده الراجل ده خلاص مات، خلاص ماشي. يبقى دي الحته دي. بعد كده بقى بيقول لك النقطه الثانيه، سبب كمان من اسباب وجود البرين ديس او وضع الدول كرايتيريا للبرين ديس ديفلوبمنت اوف ترانسبلانتيشن سيرجري، يعني عمليه نقل الاعضاء. طبعا عمليه نقل الاعضاء في الوقت ده اتطورت بشكل غير طبيعي، اتطورت بشكل عالي قوي، فبالتالي العالم بيبقى محتاج اعضاء عشان ينقلها لناس. يعني واحد حصل له حادثه وحصل له دامج في الهارت فهو محتاج هارت ترانسبلانتيشن، تمام؟ والراجل عنده واحد تاني ميت، بس ميت ايه؟ موت اكلينيكيا، يعني عنده البرين ديس بتاعه ميت، فبالتالي قالوا حطوا كرايتيريا تقدر ان انت تحكم على البرين ديس ده ان هو خلاص نقدر نشيله من على اجهزه التنفس وناخد الاجهزه بتاع الهارت مثلا نحطها على واحد تاني محتاجها، تمام؟ يبقى دي النقطه الثانيه. طيب النقطه الثالثه بقى بيقول لك ايه اللي احنا لسه قايلينه، بيقول لك لو بيشنت حصل له ديسفانكشن في السيربيلم، يعني السيربيلم بتاعه مات او الكورتكس بتاعته ماتت وبس البرين ستيم عنده انتكت يعني موجود، هو بيبقى بس ايه هو بيبقى انوير اوف سراوندينج وانوير اوف هيمسيلف، يعني بيبقى مش واعي بنفسه مش واعي بالبيئه اللي حواليه بس، وبرده كمان بيبقى مش مستجيب لاي اكسترنال ستيمولاي، بس هو بيبقى ايه الايف وبيبقى عايش عادي. يعني ما بنحكم على الشخص ده ان هو عايش لان البرين ستيم بتاعه مشغل له وظائف الجسم بتاعه اللي هي الريسبيريشن والهارت بيت، تمام؟ يبقى ضروري نعرف الجزئيه دي. بعد كده بقى بيقول لك البري كونديشن فور دياجنوزيس اوف البرين ديس، يعني انت دلوقتي عندك شخص جاي لك في حادثه، الشخص ده جاي لك في حادثه قاطع نفس وقاطع هارت بيت، يعني ولا عنده بالس ولا عنده ريسبيريشن، وقمت انت سيرت الاسعاف لحقته على طول وحطيته على جهاز تنفس وجهاز دعم للقلب. الراجل ده جاي لك المستشفى، فانت انت مش عارف هل الراجل ده ميت موت كامل، يعني البرين بتاعه ميت كامل، ولا البرين ستيم بتاعه هو اللي ميت بس، ولا الراجل ده حصل له بس ان الحادثه الخبطه اللي عملته وقفت له بس عملت له ريفرسبل كوما، يعني الكوما دي هترجع بعد كده، فانت مش عارف هل تحكم على الراجل ده ان هو برين ديس. قلنا من شويه البرين ديس ده يعتبر ميت، خلاص الراجل ده مات هتطلع له شهاده وفاه. فانت الحته دي مهمه جدا، حطوا لها كرايتيريا. ليه؟ لان الجزئيه دي فيها ملابسات خطيره، ان انت لو حكمت على الراجل ده ان هو برين ديس خلاص الراجل ده ميت، تشيل من على جهاز التنفس دي وخلاص تطلعه شهاده وفاه ويدفن. انما لو الراجل ده مثلا كان في كوما كان في غيبوبه والغيبوبه دي هيفوق منها وانت شخصت غلط ان هو برين ديس، يبقى انت كده قتلته عملت سويسايد وتتحكم عليه، خلاص. يبقى عشان كده عشان الجزئيه دي عملوا بريكوشن، عملوا حاجات كرايتيريا تشخص بيها البرين ديس. ايه هي الكرايتيريا دي؟ خمس حاجات. اول حاجه بيقول لك لازم البيشن ده، طبعا البيشن ده بيبقى جاي لك في كوما، طيب لازم تحدد سبب الكوما، تحدد سبب الكوما ايه فيرملي، يعني ده بيقول لك حددها فيرملي، حددها بطريقه مظبوطه عن طريق السي تي وعن طريق الام ار اي، تقوم عامل له سي تي وام ار اي هتقدر بذلك تحدد سبب الكوما. ثاني حاجه
لازم الراجل ده يعدي عليه البرين ديس. يعني انت جيت شخصت برين ديس، لازم البرين ديس تشخصه في خلال 6 ساعات، تمام. ثالث حاجه تكسكلود الكوز اوف ريفيزابل كوما، انت عملت ام ار اي وعملت سي تي وطلع لك اكتشفت ان سبب الكوما دي حاجه من 3، حاجه ميتابوليك او اندوكراين، يعني الراجل ده عنده هارت فيلر، هايبو ثايروديزم، هايبر جلايسيميا، عنده هايبو ثيرميا. الهايبو ثيرميا دي انخفاض شديد في درجه الحراره، نزلت عن مثلا 32، فما درجه الحراره تنزل عن 32 النيورولوجيكال ريفلكس مش هتبقى هتقف، فما تقف الراجل ده يدخل في كوما توكسيستي. الراجل ده خد دراج سي ان اس توليت لو سي ان اس توكسيستي، فانت بالتالي هتعمل له دراج سكريننج عشان تعرف الدراج ده تاثيره ايه على السي ان اس. فانت عملت الام ار اي وعملت السي تي، فاكتشفت ان سبب الكوما اللي الراجل ده دخل فيها هي حاجه من الثلاثه دول، الحاجه من الثلاثه دي قلنا ايه ريفرسبل، يعني الراجل ده هيصحى بعديها. فتقوم انت ايه تقوم مخليه على اجهزه التنفس عادي لحد ما يصحى. انما انت بقى لو مثلا شخصت غلط، شخصت برين ستيم ديس وهو ما عندوش برين ستيم ديس، ده هو في ريفرسبل كوما، وانت قمت شايل من على جلسه التنفس، الراجل ده هيموت. فانت كده ارتكبت سويسايد، عملت جريمه ان انت موت الراجل ده، تمام. يبقى كده اول 3 كرايتيريا. رابع كرايتيريا يكون البيشنت ده على فنتريتور، يعني الراجل ده موجود على فنتريتور. رابع حاجه نو ريسبونس اوف الكايند اوف اكسترنال ستيمولاي، يعني الراجل ده ما بيستجيبش لاي ستيمولاي، تمام. دول لو الراجل ده متوفر فيه ال5 شروط دي، يعني الراجل ده في كوما وانت عملت وكنت في كوما بقاله اكتر من 6 ساعات، وانت عملت سي تي وام ار اي لقيت ان اسباب الكوما دي مش الحاجات دي كلها، وكمان الراجل ده محطوط على فنتليتور، الراجل ده ما بيعملش اي ريسبونس ليه اي اكسترنال ستيمولاي، الحاجات دي توفرت في الراجل ده خلاص. فانت تقول ان الراجل ده برين ستيم ديس، يعني برين ستيم عنده ميت، فبالتالي اللي مدعمه بس اللي مخليه شغال لحد دلوقتي اجهزه التنفس الصناعي. طيب هل في جدوى منها؟ لا، الراجل ده ميت خلاص، تقوم شايل من اجهزه التنفس الصناعي وعامل له شهاده وفاه، تمام. فالحته دي فيها ملابسات كتير، فضروري تكون عارف الكرايتيريا دي عشان ما توقعش نفسك في اي غلط او اي مساله قانونيه. طيب بيقول لك بالاضافه ال5 حاجات اللي احنا عارفينهم دي، لازم يكون كمان في بريكوشن حطوها 5 كمان، عشان برضو قلنا الموضوع ده فيه ملابسات كتير، فلازم البريكوشن دي. انت خلاص عملت ال5 حاجات اللي احنا قلناهم اللي فاتوا، ال5 حاجات دول توفروا، هل تقوم حاكم على ان هو برندس؟ لا، لازم ال5 حاجات دول كمان يتوفروا، اللي هم ايه؟ اول حاجه بيقول لك الدياجنوز اوف البريندس شود بي كاريد اوت باي 3 فيزيشن، يعني عشان تشخص برندس لازم 3 اطباء من الاقسام دي يكونوا موجودين، نيورولوجي، طبيب نيورولوجي، طبيب نيوروسيرجري، طبيب انستيزيا او طبيب انتنسيف كير يونت، تمام. يعني طبيب 3 اطباء طبيب من كل قسم من دول، الثلاثه يكونوا موجودين، الثلاثه يجمعوا على ان الراجل ده برندس، انما لو 2 او 1 لا ما ينفعش، لازم الثلاثه دول خلاص. طيب تاني حاجه بقى، لازم تتاكد من الراجل، انت عملت ال5 حاجات اللي احنا قلناها وجبت ال3 فيزيشن دول وقالوا لك دول برينديس، هل تقوم شايل من على جلسه التنفس؟ لا. اخر حاجه تعملها بقى ايه؟ تتاكد تاني من الريفلكس، تقوم عامل له تيست فور برين ريفلكس، هتعملها له ايه؟ مرتين، تعمله مره مره انت عملت له اول مره، تاني مره دي بقى بتفرق على حسب عمره، لو هو ادلت، لو هو انيونيت تعمل له مره تانيه بعد 24 ساعه، لو هو انفنت بعد 28 ساعه 48 ساعه، لو هو انفنت تعملها له بعد 24 ساعه، لو هو تشايلد تعملها له بعد 12 ساعه، لو هو ادلت تعملها له بعد 6 ساعات. يعني انت حكمت عليه ان هو برينديس بال5 كرايتيريا، وانت جبت 3 فيزيشن وقال لك اه ده برينديس. طيب اخر حاجه بقى، اخر خطوه تعملها تقوم عامل له 2 تيست للريفلكس، تقوم عامل له تيست الايميديات تيست في الوقت ده لحظيا على طول، والتيست الثاني تعمله له في الفتره اللي احنا قلناها لك دي، لو نيونيت 48، لو انفنت بعد 24، او تشايلد بعد 12، لو ادبت بعد 6 ساعات، تمام. كده انت عملت بقى التستين دول ولقيت ان هو مفيش اي استجابه خالص، وكمان بالاضافه ال5 كرايتيريا وبالاضافه ال3 اطباء من ال3 اقسام دول قالوا لك ان ده برندس، خلاص الراجل ده ايه؟ مات. تقوم عامل له ايه؟ تقوم على طول عامل كونفرميشن اوف البرندس، تقوم خلاص الراجل ده تقوم قايل لاهله ده هو برندس، البرندس بتاعه ميت، فبالتالي مفيش جدوى من انك تحطه على اجهزه التنفس الصناعي، تقوم على طول مطلع له دي السيرتيفيكيت شهاده وفاه، وتقوم شايله من على اجهزه التنفس الصناعي، تمام. بس خطوه مهمه، اكسكلود ان ريليشن شيب بتوين الفيزيشن، يعني ال3 اطباء من ال3 اقسام اللي احنا هنجيبهم دول ما يكونش ما بينهم وما بين المريض ده اي قرابه، تمام. عشان ايه؟ عشان حكايه الترانسبلانتيشن دي ممكن يكون الراجل او الدكتور اللي هيشخص برين ستيم ديس ده قريب المريض، فيقوم يقول لك ايه ما دام قريبي اشخص برين ديس عادي واقوم اخد منه مثلا هارت واقوم بايعه، تمام. الحاجات دي فحطوا كرايتيريا برضو قانون يقول لك هتجيب ال3 اطباء دول من ال3 اقسام، شرط انك ما يكونش واحد منهم قريب المريض ده اللي هو تشخصه برين ديس، خلاص.
خلاص. فبيقول لك بقى لو في اني دوت اباوت دياجنوزس، يعني انت جبت 3 اطباء دول ولقيت 2 قالوا لك ده برين ديس وواحد قال لك لا ده الراجل ده مش برين ديس، هل في الحاله دي هتعمل ايه؟ في الحاله دي لا، ناخد برأي الراجل اللي قال لك ده مش حاله برين ديس، يعني ما دام في اني دوت لو اي واحد منهم قال لك ده الراجل ده مش برين ديس خلاص تقوم ماشي معاه وتكمل الميكانيكال سبورت، تكمل الميكانيكال سبورت لحد ما تشوف بقى تجيب 3 تانيين ويحكموا عليه. تمام؟ يعني بيقول لك لو في اني دوت اي شك بسيط ان الراجل ده مش برين ديس والراجل ده في كوما وهيصحى منها، لا تقوم مكمل له الميكانيكال سبورت. طيب لو الراجل ده ال3 اطباء اجمعوا ان هو برين ديس وخلاص، تقوم شايله من على الجهاز التنفس وجهاز الدعم للقلب وتقوم مطلع له شهاده الوفاه وتصريح الدفن. خلاص دي كده بريكوشن وضروري ناخد بالنا منها، ناخد بالنا من الكراتيريا دي لان قلنا بيبقى فيها مساله قانونيه. اخر حاجه بقى هنتكلم عنها في البرينديس هو الميديكو ليجال اسبكت اوف البرينديس. انت دلوقتي شخصت حاله برينديس، برينديس عملت كل الخطوات اللي احنا قلناها واتاكدت جبت 3 دكاتره اللي احنا قلناهم وشخصت الحاله دي وقلت خلاص دي ده برينديس. انت تعمل ايه بقى دلوقتي؟ اما انت تشخص البرينديس الميديكو ليجال اسبكت بيبقى عندك 3 ميديكو ليجال اسبكت او 3 حقوق انت تقدر تعملهم ما دام انت الحاله دي شخصت خلاص برينديس. ايه هما ال3 حاجات؟ اول حاجه ان انت تعمل له disconnection of artificial respiration، يعني قلنا الراجل ده هو عنده برين ديس وقلنا هو مش هيقدر يقوم تاني او يرجع لحياته خالص، هو بس الاجهزه اللي هو محطوط عليها هي بس اللي بتخليه مشغله له الاسبيريشن والكارديو فاسكولار. طيب هل في جدوى من ان انت تسيبه؟ لا، الراجل ده كده خلاص ميت، فيعتبر مفيش جدوى من انك تسيبه على الاجهزه دي، فبتقوم خلاص تعمل disconnection للاجهزه دي وتطلع شهاده الوفاه، تعمل له ايشوينج ديث سيرتيفيكيت افتر كونفيرميشن. طبعا انت عملت الكونفيرميشن بتاع برين ديث خلاص، تقوم شايله من على جهاز التنفس الصناعي ومطلع له شهاده الوفاه. تمام؟ طيب في تكايه هنا بيقول لك زير از لاين اوف ديماركيشن، يعني في نقطه مهمه لازم تخلي بالك منها ان انت في دول زي اوروبا في حاله البرين ديث دي حاطين قانون ان انت لازم قبل ما تشيله من على اجهزه التنفس لازم تروح تشرح الحاله لاهله وتقول لهم ان انت هتشيله من على الجهاز وتاخد موافقتهم، يعني ما تقومش بره. ما ينفعش في اوروبا والدول اللي هي المتقدمه وحتى قانون الحاله دي ان انت ما ينفعش بعد من نفسك كده من بعد التشخيص ما ينفعش تشيله من نفسك، لا لازم برضو تاخد موافقه الاهل وتشرح لهم ظروف الحاله ان هو ان هو ميت ببرين ديث مش هيقدر يقوم تاني، هو بس الاجهزه اللي مخليه شغاله التنفس والكارديو فاسكولار سيستم. تمام؟ فبيقول لك هنا لازم ايه؟ لازم تاخد موافقه الاهل. تمام؟ عشان ما يبقاش عليك بعد كده مساله قانونيه. يعني مثلا عندك لو دكتور شخص برين ديث والحالة شخص برين ديث وشاله من على الاجهزه من غير ما ياخد موافقه الاهل، لو بره في دول اوروبا ممكن الاهل بعد كده يرفعوا عليه قضيه ان هو ارتكب سوسايد، يعني او ميرشال فور ابيشن هو از اوريدي ديد، يعني ممكن يكون يتهموه الاهالي بتوع الشخص المريض ده يتهموه ان هو كان قاصد ان هو يشيل المريض من على جهاز التنفس الصناعي. تمام؟ فمهم جدا لازم تبلغ الاهل وتشرح لهم الموقف قبل ما تشيله من على الاجهزه. تمام؟ دي مهمة، نقطة مهمة جدا عشان بيبقى ليها قانون بره ولو بيعاقب عليه. تالت حاجة بقى احنا قلنا أول حاجة تقدر تشيله من أجهزة التنفس الصناعي بعد ما أنت شخصت البرين ديس وشرحت الحالة لأهله وخدت الموافقة. بعد كده قلنا تطلع تاني حاجة تطلع شهادة الوفاة. تالت حاجة بقى ممكن تعمل له أورجان ترانسبلانتيشن زي ما قلنا دلوقتي. حكاية عمليات الأورجان ترانسبلانتيشن حصل فيها طفرة كبيرة جدا وتقدمت بسرعة عالية، فبالتالي بيبقى إن بيحتاجوا ناس ياخدوا منهم أورجان عشان يزرعوها في ناس تانية محتاجاها. تمام؟ فالراجل اللي ميت ببرين ديس ده احنا قلنا بيبقى الاورجان بتاعه شغال، هو بس البرين اللي ميت، فبالتالي الاورجان لسه عنده فريش كويسه تقدر تتاخد. فانت في حاله ان انت شخصت البرين ديس وخلاص طلعت شهاده الوفاه وخدت موافقه الاهل والدنيا انتهت، لو في المستشفى اللي فيها الراجل ده محتاجه او عايزه تعمل اورجان ترانسبلانتيشن ممكن، بس برضه ايه؟ بموافقه الاهل، يعني لو الاهل موافقين ان هم ياخدوا اورجان، يعني ان الراجل ده يتاخد منه اورجان عشان يتحط في ناس محتاجينه خلاص ماشي. تمام؟ بعد ايه؟ بعد ما تشخص برينديس وبعد خد موافقه الاهل وبعد ما طلع له شهاده الوفاه. خلاص دي ال3 حاجات الميديكال ليجال اسبكت اوف برينديس. كده نكون خلصنا الجزء بتاع البرينديس، اتمنى تكونوا انتوا فهمتوه كويس وان شاء الله نشوفكم في شرح قادم.